السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. معاكم كابتن حسام في كينج شيف، وأنا بقدم إن شاء الله الفيديو اللي جاي أكلة جديدة وأكلة جميلة جدا. والأكلة دي عبارة عن بطاطس محشية لحم مفرومة ومستوي على البخار، طريقة جميلة وطريقة لسه جديدة. أتمنى إن هي تعجبكم، وأتمنى دايما كل الفيديوهات اللي إحنا بنعملها تعجبكم، واتمنى ان ربنا يوفقنا جميعا. وبشكر كل اصدقائي اللي بيدعموني، وبشكر كل احباب اللي معايا دايما متواصلين معايا، وبشكر كل اصدقائي اللي بيشتركوا في القناه جداد، وبعتبرهم اصدقاء واخوات جداد. وبتمنى ان ربنا يوفقنا جميعا اللي فيه الخير، ونبقى من اكبر القنوات كلها جميعا، وربنا يرزقنا جميعا ويوسع علينا، ودايما معاكم في كل جديد. وانا عملت لكم الفيديو ده فيديو تحضيري كده لمجموعة فيديوهات جديدة وجميلة أنا أعملها، وإن شاء الله هنزل بها قريب. أتمنى أن هي ويعجبكم، وأتمنى كل الفيديوهات اللي بعملها تعجبكم، وأتمنى أنتوا تكتبوا تعليقاتكم وتقولوا آرائكم على كل الفيديوهات، وربنا يوفقنا جميعا إن شاء الله. كان معاكم كابتن حسام في كينج شيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.